ذاكرة الأيام، ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام في أواخر شهر ذي القعدة من عام 220 هجرية. استشهد الإمام الجواد عليه السلام على يد زوجته أم الفضل ابنة المأمون العباسي بعد أن دست السم إليه بأمر من المعتصم. وكان الإمام الجواد عليه السلام أعجوبة لم تسبق بها الأمة الإسلامية، فقد نهض بأعباء الإمامة بعد أبيه الإمام الرضا عليه السلام وعمره 9 سنوات، وهو أمر استدعى التأمل والاستغراب من قبل أتباع الإمام الرضا عليه السلام حين سئل عمه يخلفه فأشار إليه وهو صغير. كان الإمام الجواد عليه السلام يجيب على المئات من الأسئلة في اليوم الواحد، وكانت هذه الأسئلة تنطلق من حب معرفة الإمام وامتحانه، وحاول المخالفون أن يسخروا منه لأنه صبي، فجالسه كبراء علمائهم وناظروه على مختلف الأصعدة فرأوا بحرا لا ينفد وعطاء علميا لا ينضب.